السلام عليكم ورحمه الله تاع الاحوال شركه الاحباب. نحكوا شويه على القمه هذه تاع جي 20. سما الموضوع اللي همنا هو الصين مع كندا, ونحكوا شويه على العرب واللغه العربيه. اول حاجه نبداو بالصين وكندا. واش صرا اليوم؟ صرا لقاء بين تريدو بريمير مينيستر تاع كندا وجي شامبين رئيس لاشين, راهو يتضاربوا مع بعض. قريب داروا كونفرونتاسيون, يدبزوا بالهضره لان لاشين كثرتها بزاف. لا فيريتي مع الجواسيس تاعهم كثروها بزاف. ديجا دانييرمون ما عندهاش بزاف, حكموا واحد شيمي عمره 35 عام يخدم في إيدرو كيباك, مش عارف في دخل في النار. إيدرو كيباك هي شركة تاع كندا تاع سيرتو تاع كيباك تاع التريسيتي, ويخدموا لي باتري. لقاو هي يسرق في لي دوكيمون تاع كيفاش يخدموا لي باتري, يسرق ويدي لاشين ويخدم ويدي لي بوبليكاسيون يديهم لاشين. حكموه وشارعوه, حكموا عليه 10 سنين حبس. ثاني حكموا في جماعة تاع هواوي, كانوا دايرين ثاني يسرقوا في التكنولوجيا هنا في كندا والجوساسة اكسيتيرا. تريدوا طلع له الزبل كثروها صح, طلع له الزبل وراح يتعامل مع جي جنبين بالهضرة. راكم تشوفوها في القمة تاع جي 20 راح يدبزوا مع بعض, معناتها الأمور راح تسوء سوءا. توشي غير درجة مش مليحة. نرجو نحكو شوية على العرب. ما نمركيتوش حاجة بلي العرب حبسوا تدعيم اللغة العربية. مام هنا في كندا ما كانش تدعيم اللغة العربية. مام يشوفوا مشكل كبير في الليميغراسيون, يعلموا ولادهم الفرنسي ما يعلموهمش العربية. العربية هنايا ولات تتوخر اللغة هذه تندثر. والعرب الله ما على بالهم. وعندهم الدراهم, عندهم الدراهم, ما حبوش يدعموا اللغه نتاعهم. معناتها واش عندهم؟ هما العرب, حنا ماناش عرب. عندهم هما العرب. قالك خلاص برك انا متدعين دعم لانهم هذو ماهمش عرب. حنايا اللي فري عرب, الله يسهل عليهم. حنا نهتموا بالكوميرس والتجاره والتوريزم واللونجلي. هما العربيه نتاعهم نحاوها هما ولاو يتعلموا في اللونجلي العرب. وحنا مازلنا لازين عربيه والعرب والقوميه العربيه. يفوق رواحكم, حنا امازيغ نقعدوا امازيغ. لازم الهويه تاعنا نثبتوها باش نرجعوا القوه تاعنا ونرجعوا الثقه. كي ترجع الهويه تاع روحك شكون انت, ترجع الثقه نتاعك. كي تعود مخلطت لك ماكش لاقي روحك, تايه. انا هاك تقول تايه كيما هذاك اللي ما عندوش باباه. هذا هو المشكل. انا امازيغ بوان فينال قز قرمط. انا امازيغ نقعدو امازيغ وندعمو رواحنا. هذه يا خوتي, والسلام عليكم ورحمه الله. طلعوا في رواحكم. الجزائر.